اهلا وسهلا مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر دائما من هنا من العاصمة الإسماعيلية مكناس. والآن نحن بأحد المراكز هنا بوجع روس، وكما تابعتوا معنا في إطار تغطيتنا اليوم الاقتراع ولهذا اليوم التاريخي في تاريخ المغرب، فاليوم يعني عدد من المراكز اللي تجولنا بهم باش نوصلوا لكم يعني الإقبال، ونوصلوا لكم كذلك الصوت ديال المواطن وارتسامات المواطنين حول هذه العملية لعملية تاريخية، وللمغاربة كاملين كيعقدوا عليها الأمل باش إن شاء الله تكون هي بداية التغيير إن شاء الله، انطلاقا من اليوم ان شاء الله ننجو نخب جديده اللي ممكن انها تهز همومنا وتحقق لنا الطموحات ديالنا كمغاربه، وما نبقاوش نسمعوا خصني هذه، خصني طريق، خصني مدرسه، خصني تيران. فهذه هي المناسبه باش هذاك اللي ما دار والو حتى هو نتحاسبوا معاه اليوم. السلام عليكم الشريف، معنا سي بودخان. شنو يعني واحد كذلك بالمصادفه سي بودخان، ديت صوتك ولا مازال؟ خويا يلاه عزيز باش نأدي صوتي وندي الواجب الوطني اللي ضروري ولكن يعني كمواطن باش نأدي الواجب الوطني ديالي. نعم، في الاختيار ديال المرشح اللي غادي يكون كفء لهذه المدينه هذه، والحزب اللي غادي يكون تيمثلنا في حكومة ان شاء الله الرحمن الرحيم. اولا كنشكر المنبر ديال شوف تي في شخصها السي منير اللي دائما تيواكب معنا المشاكل والمعاناه واي حاجه كتكون تتهم الشان المحلي والوطني، لا من الناحيه الاجتماعيه ولا الثقافيه ولا. شكرا لك السي بودخان. شكرا لك خويا. عندي لك سؤال السي بودخان، وانتم يعني كفاعلين جمعويين خدمتوا على تاطير المواطنين والمشاركه ديال المواطنين في هذا الحدث التاريخي؟ خويا بالنسبه لنا حنايا انا كنحسبوا هذاك بانه راه الدور واجب علينا كفاعلين جمعويين باش ناديوه وباش نعبئوا المواطن باش يؤدي الواجب الوطني ديالو اللي هو اختيار المرشح، هذيك الدرجه الاولى. يعني الحمد لله كاين اقبال، كاين مشاركات مواطنين، حاولنا اننا باش نتواصلوا مع المواطنين وقنعناهم انهم باش يؤديوا الواجب هذا، من اولا باش يؤديوا الواجب الوطني، ثانيا باش يقطعوا الطريق على المرشحين اللي هما كيجيو كيشريوا اصوات بالفلوس ولا كيعطيو رشاوي او كيديروا شي طرق غير قانونيه باش يكسبوا الصوت ديال المواطنين. نعم نعم، هذا اكيد، ولكن انا لما كيبان ليا يعني هنا على مستوى هذا المركز هذا كيبان ليا الاقبال ضعيف شويه، باقي الناس ما جاوش ياك لا؟ غتفقي معايا في هذا النقطه؟ مع التحركات ديالهم حنا تنطبقوا عليهم لحقاش باش يخرجوا يساعدوا. نعم، المرشح. انا غنجي عندك. اختاريتي الحزب ديالك ولا مازال؟ هو بالنسبه خويا منير بالنسبه للتصويت حنا معروفين في مدينه مكناس، راه شويه دابا اننا الناس راه كتصبح مع الشغل مع الدار مع هذه مع هذه، كاين اللي حتى الاربعه غادي يخرج من العمل، كاين اللي الثلاثه تيخرج من العمل. حنا عندنا بعدا بزاف ديال المواطنين غير باش ما يكونش الاكتظاظ، هذه مناسبه باش نقولوها للناس يعني يجوا في هذه الوقيته اللي مرخوفه. هذا هو اللي كاين بالنسبه للاختيار ديالي ديال المرشح، فهذا حنا ما غاديش نخبعوه. ممكن تقول لنا شنو اختاريتي؟ انا اختاريت اخويا الحزب ديال الاتحاد الدستوري في شخص ديال بدون تسميه. الله يجازيك بخير. بالنسبه لك هذا الاختيار هذا ديال هذا الحزب هذا، واش بناء على يعني بنيتي على برنامج، بنيتي على يعني واش كان شي لقاءات، كاين شي يعني غيحققوا لكم طموحات اللي محتاجها مدينه مكناس، وخصوصا مكناس كتعيش مشاكل كبيره كتعيشها. انا شخصيا بنيت على القناعه ديالي، وبحكم الوجود ديالي كما تنقولوا على ارض الواقع مع هذا الحزب هذا، ملي كان في التحالف 2008-2009 مع الاصاله والمعاصره، يعني كان هو في التحالف وادى واحد الواجب اللي هو شي حوايج اللي داروها في مدينه مكناس ما دارجهاش العداله والتنميه هذه 10 سنين. ولا بغيتي نقولهم لك نقطه بنقطه نقولهم لك، يعني هذا هو اللي خلاني انا كنت كنشوف هذاك الحزب انه فعلا كيوعد بشي حاجه كيوفاها. ثاني حاجه هو ان بحكم ان الاعضاء اللي تيتواجدوا في هذا الحزب هذا كلهم كانوا كيتواجدوا معنا هذه المده الطويله كامله، هذه السنين كلها، فاش كانوا في المعارضه ولا في التحالف كانوا متواجدين معنا احنا كفاعلين جمعويين وكمواطنين في المسائل الاجتماعيه والانسانيه وحتى التنمويه. يعني كانوا حاضرين ولو انهم كانوا في المعارضه،
كنا كنلقاوهم دائما موجودين معنا حتى في الدورات، ما عمر شي دورات شي ما حضروهاش. السي احمد في نهايه الكلمه ديالك غنبغيو شنو الرساله ديالك اللي ممكن توجدها توجهها للمغاربه والمواطن المكناسي اللي باقي ما جاش للمركز؟ انا كنقول للمواطنين اللي مازال ما خرجوش انهم يحيدوا واحد الامانه للعاتق ديالهم باش يخرجوا يصوتوا. شنو هي الامانه؟ هو انهم راه الا ما صوتوش راه غادي يخليوا الباب مفتوح لدوك الاحزاب اللي هي كتشري الاصوات، غادي يخليوا الباب مفتوح لدوك الانتهازيين، غادي يخليوا الباب مفتوح باش دوك الناس اللي هما غادي يكونوا سبب صحاب ال 200 درهم وال 100 درهم 200 درهم و 300 درهم، وغادي يكونوا انهم تيتحملوا واحد المسؤوليه ديال المواطن اللي غياكل الدق في السنوات المقبله على رقبتهم. لان احنا ما غنسمحوش، احنا كسكان مدينه مكناس ما غنسمحوش لشي مواطن سواء اللي صوت بالفلوس صوت بالفلوس راه ضحى بالمدينه ديالو وعاون الفساد وهذاك اللي ما صوتش لا الباب مفتوح لدوك الفاسدين باش يديروا الاصوات. وحنا كمواطنين ما كنسمحوا لهمش لا دنيا ولا اخره، غدا امام الله غنتحاسبوا معاهم، لان غيكونوا هما السبب في الدمار الشامل ديال هذه المدينه وديال المغرب. دقيقة. نعم لاله ناديه جيتي تأدي الامانه ديالك. انا والحي ديالي كامل. نعم. اللي يستاهل لهذ البلاصه هذا المقر ديالنا. الدائرة الرابعة تنشكرها على أي مساعدة اللي دايرينها من ناحية الزيارة، من ناحية التعامل، من ناحية النظام. الدائرة الرابعة تنشكرها بزاف. واخا لاله ناديه وانت هي كتشتغلي مع المرأة ومع الطفل وكتشتغلي على قول العام، يعني في نظرك هذه الوضعية اللي كتعيشها يعني مدينة مكناس صعيبة أنه غياب مراكز ديال شحال من حاجة ناقصة؟ ما نقولكش ناقصين كلشي، كلشي ناقص من الجهه ديالنا. اش غنقولوا للمجلس؟ شنو نقولوا للناس اللي مشاو؟ الثوره مهزه كاع بزاف. اش غنقولوا للناس اللي مشاو؟ اللي مشاو خصهم يمشيو، ما كرهناهمش يمشيو من الصباح قبل العشيه ويعطيو السواك اللي يستاهل. ولكن اللي جايين اللي جايين نرجع ما عندي ما نقول، بالخصوص الدستور ديالنا من 1990 وانا معاه، تنضحي من اجله يعني. تبارك الله عليك. رسالتك للامهات المغربيات والمراه المغربيه عامه خاصها دير الدور ديالها. ينوضوا يخرجوا، انا تنقولها لكم، ينوضوا تخرجوا وندق عليكم دار بدار باش تعرفوا اين حزب اللي يستاهل هذا المشروع ديال مدينه مكناس. راها هبطات الالف الف درجه في هذه الوضعيه الحاليه. الوضعيه اللي حنايا فيها. نعم شكرا لك لاله، وشكرا على الكلمه ديالكم وعلى هذه الكلمه ديال وهذا النداء هذا اللي كنوجهوه بدورنا لكل المواطنين المكانسه الغيورين وكذلك مغاربة عامة، أنهم الآن هذه مرحلة تاريخية خاصنا نخارطوا فيها كما كتشوفوا معنا على المباشر مشاهدينا. هذه عملية تصويت اللي غادا تقوم بها السيدة، نعم على المباشر مشاهدينا غادا تمشي للمعزل، تمشي للمعزل باش تقوم بالعملية ديالها، ومن بعد تقوم بالاختيار ديالها وتصوت، ومن بعد تلتحق بصندوق. فهنيئا لهاد الناس اللي قاموا بالواجب الوطني واللي كتوجبوا علينا بلادنا، لأنه مستقبلا مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي كاين عدد من المشاريع وعدد المغرب مقبل على يعني بزاف ديال الحويجات. خاصنا نكونوا في مستوى هذه المرحلة، خاصنا نخب اللي تستوعب النموذج التنموي الجديد، خاصنا ناس اللي تكون يعني في مستوى هاد التنميه المنشوده والنظره الاستشرافيه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس. ومدينه مكناس كباقي المدن حتى هي خاصها تركب الركب ديال التنميه، لانه يكفي هاد السنوات اللي ضاعت بطريقة أو بأخرى، فضاعت يعني سنوات ديال التنمية على مدينة مكناس، واللي خلاتها الآن يعني الساكنة ديالها تستنجد وتطالب بالتغيير. وهذا اليوم يوم 8 شتنبر هي الفرصة ديال التغيير الحقيقي، إلا بغينا نكونوا عمليين وما نبقاوش غير كنشخصوا ونبقاو غير كنقولوا راه خاص وخاص وخاص. هذه هي الفرصة فين أننا أن ندلو بالدلو ديالنا ونكونوا فاعلين حقيقيين. الآن الجميل في الأمر هو كنشوفوا شباب وكنشوفوا يعني بنات باقيين صغار، كنشوفوا ناس كبار نساء ورجال، الكل منخرط. وتحيه لساكنه وجعروس وساكنه الزرهونيه وكذلك سيدي بابا اللي كيجيو يصوتوا في هذا المركز هذا، فتبارك الله عليهم. الان كما كتشوفوا معنا السيده من بعد ما عزلت يعني واختارت، نعم
العام كنشوفوا رئيس المركز كيوجه السيده. هذه هي العمليه اللي فيها شرطه كري كدار في الجمعيه، واللي الورقه اللي فيها الكولور كدار في الصندوق الاخر. والان كدوز عند السيد كيدير لها العلامه كتاخذ لاكارت ديالها. هنيئا لك، هنيئا لك، هنيئا لك. غادي نشوفوا هذه السيده، هذه شريفه، السلام عليكم. هنيئا لك، بعدا تحياتنا لك. اديتي الصوت ديالك؟ اييه اديته. صوتتي؟ صوت. شكون الحزب اللي اختاريتي؟ ايوا الا كان ممكن، الا بغيتي ما بغيتيش لكن حقك انت، حقك هذا. انا صوت ساكت، داكشي صافي سيري، داكشي اللي سير. مقتنعه بعدا؟ مقتنعه من القلب. اه من القلب. اذا ان شاء الله يكون الخير. ان شاء الله يكون خير. ان شاء الله يكون خير وخمير. شوف ها دار حل لهاد الامه كاملين. نعم نعم. شوف نعم خويا، من هاد الامه كلهم من قلبهم الرحمه، الا وقفنا حنا عليهم يرحمونا. نعم راه بنادم راه شفت حنا كما تنوقفوا معاهم تنصوتوا ونوقفوا معاهم حتى ما يوقفوا معانا. نعم واخا حتى بورقه هي التاليه لوليداتنا. نعم فهمتي، حنا تنصوتوا، حنا تندرو تصويتنا معاهم، تندرو مجهودنا حنا ووليداتنا. تبارك الله عليك لاله، وهذا واجب وطني. وكيبقى كما كان الحال كنختاروا الناس اللي غادي يمثلونا احسن تمثيل، واللي غيخدموا على الهموم ديال المدينه. اييه اللي يطلعوا لنا شويه حنا هاد المكناس ويقدموه شويه، يتقدم ان شاء الله وتقدم البلاد كامله ان شاء الله. البلاد كامله وبنادم يتقدم شويه ان شاء الله، يتقدموا ويخدموا. نعم ما يبقاوش مرميين في زناقي ويدوروا دور خايب ويديروا شي حوايج خايبين. نعم باش يخدموا لولاد الشباب يخدموا. نعم هذا هو الاساس، فهمتي. الاساس عندنا هما الشباب ما يضيعوش. دابا انت جيتي صوتتي باش وليداتك يخدموا. يخدموا شحال عندك ديال الوليدات؟ المهم ثلاثة ديال الوليدات. تبارك الله ارماله. تبارك الله فهمتي ارماله. نعم نعم ارماله وخدامه، راه يخدموا في الكوميسيريه. تبارك الله عليك، تبارك الله عليك، الله ييسر الامور اميمه. وتبارك الله عليك، وتحيه لفام ميناج كاملين على الراس والعين. الله يحفظك لاله، بارك الله فيك. كما كتابعوا معنا مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تيفي، شكرا لك لاله. كانت هذه كلمة ديال أحد المواطنات اللي دلات بالصوت ديالها الآن في هاد العملية. وكذلك الآن كنشوفوا كذلك حضور لجان الملاحظين وحقوقيين اللي كيجيو يقوموا بالعمل ديالهم داخل مراكز التصويت من أجل المراقبة وكذلك سير العملية، ومدى احترام كذلك الشروط الموضوعة والقوانين ذات الصلة. كما كتشوفوا معنا مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي وعلى المباشر، هنا في هذه اللحظات كيدخلوا عدد من الملاحظين المعتمدين اللي كيسهروا على يعني المراقبه ديال السير ديال العمليه الانتخابيه ومدى احترام القوانين المعمول بها في هذه المرحله بالضبط. مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، ما بقى لي الا نقول لكم شكرا على حسن المتابعه والاصغاء. غادي نحاولوا ان شاء الله نخرجوا. اهلا استاذي، تحياتي. معنا احد الملاحظين، ممكن ناخذ معاه. نعم نعم نعم، شكرا لك تحياتي. خليكم العمل ديالكم، ما خصناش ناخذكم دابا باش ما نبرزطوكمش. مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي وعلى المباشر، مازال هنا يعني من اللي جينا هنا للمركز كنشوفوا الان على الاقل العمليه الحمد لله بدات كتحرك. عدد من الناس بداو كيلتحقوا الان بالمركز ديال التصويت من اجل اداء الاصوات ديالهم، وهذا الواجب الوطني اللي كتحتموا علينا هذه المرحله اللي كتعيشها بلادنا. فكنوجه النداء لكل ساكنه مدينه مكناس وللمغاربه عموما، شبابا وشياب ونساء ورجال. هذا المرحله اليوم فين عندنا الفرصه فين اننا نقطعوا مع الممارسات السابقه، وكذلك نقطعوا الطريق على الفاسدين وعلى الفساد بصفه عامه من خلال اختيارنا ناس اللي ممكن انها تمثلنا بشكل مسؤول اولا ووطني، لانه الوطنيه هي الاساس، لانه من ليس له وطنيه وغير على البلاد فما تسناش منه الرحمه كما كنقولوا، ولا نتسناو منه شي حاجه في المستقبل. ما بقى لي الا نقول لكم شكرا على حسن المتابعه والاصغاء مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي. هذه هي الاجواء هنا بمركز التنميه بوجع روس، مازال الناس تتوافد على المركز من اجل اداء الاصوات ديالها. تحياتنا لهاد المواطنين المغاربه اللي جاوا اداوا اصوات ديالهم بكل امانه واخلاص. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، كان معكم مبعوث قناه شوف تيفي من مكناس منير معطاوي، الى اللقاء.